أبرز ما يثير حيرة المشاهد وينشط عقله هي الأفلام المحيرة التي تقوم على الألغاز، والتي لا تعطي المشاهد الحلول بسهولة، ولكن تحاول أن تشرك المشاهد معها بالتفكير طوال أحداث الفيلم. نقدم لكم 10 خدع تضمنتها حبكة أفلام شهيرة تسببت في صدمة غير متوقعة للمشاهدين. ولا داعي للقلق، فتناولنا للأفلام لن يحرق المفاجآت التي تضمنتها بأي شكل من الأشكال. فيلم The Sixth Sense الذي قام ببطولته بروس ويلس والطفل الموهوب هاليج ويلسمونت، احتوى على واحدة من أكبر المفاجآت، حيث يأخذنا الفيلم في رحلة مع بروس الذي يظهر للطفل هاليج ويل على أنه طبيب يحاول مساعدته في المشكلة التي يعاني منها لرؤيته الأموات. الفيلم رحلة نفسية مشوقة في عالم طفل مضطرب، بإضافة القليل من الرعب والغموض، ونهاية مفاجئة جعلته فيلما أكثر من رائع. فيلم The Machinist، واحد من أهم الأدوار في مسيرة النجم كريستيان بيل، نظراً لأدائه الاستثنائي والتفاني الذي قام به للعب هذا الدور المميز. تدور أحداث الفيلم حول عامل يعاني من الأرق المزمن، حيث لم يتمكن من النوم لمدة عام كامل. يبدأ بعد ذلك بالتشكيك في قواه العقلية، ولكن النهاية كانت أمراً مختلفاً تماماً عن ذلك. فيلم The Others، قد تكون الخدعة الأقوى في تاريخ أفلام الرعب. قصة فيلم The Others تدور حول أسرة صغيرة تتكون من أم وطفلان، صبي وفتاة، يعيشون في أحد المنازل، وبعد فترة ينضم للأسرة مجموعة من الخدم. فيلم نفسي مليء بالغموض والدراما والرعب، إلى أن تصل مع نهايته إلى مفاجأة تقلب نظرتك للفيلم رأساً على عقب. فيلم The Prestige، أحد أفلام المخرج المبدع كريستوفر نولان، ويروي قصة ساحران أنهيا شراكتهما بعد خطأ قاتل حدث بسبب أحدهم على أرض المسرح، ووصل بهما التنافس لوضع خطير في محاولتهما الملحة للقيام بالخدعة الأكبر ليثبت كل منهما أنه الأفضل. ينتهي الفيلم بمفاجأة ضخمة تكشف معها سر الخدعة المذهلة التي يقوم بها أحد الساحران. فيلم هايد اند سيك، قام ببطولته النجم الكبير روبرت دينيرو مع طفلة هوليوود الأكثر احترافية وموهبة داكوتا فانينغ، حيث لعب دينيرو دور الوالد. وتدور أحداث الفيلم عن الطفلة الصغيرة التي تعاني من تهديدات مرعبة من شخص مجهول ويحاول أباها حمايتها، لنكتشف في نهاية الفيلم مفاجأة أخرى مدوية. فيلم The Departed، فيلم مذهل احتوى على واحدة من أكثر النهايات الغير متوقعة بعد سرده لقصة مشوقة حول رئيس عصابة يمتلك جاسوسا في الشرطة، وهناك أيضا شرطي سري تسلل إلى العصابة نفسها. وعندما يدرك الطرفان الوضع يحاول كل من الجاسوسين أن يكشف هوية الآخر. فيلم فايت كلاب، الفيلم الذي يعد أحد أفضل الأفلام في تاريخ السينما، يحكي عن شخص سائم من حياته اليومية، فقام بتأسيس ناد للقتال بمساعدة صديقه صانع الصابون، وينضم لهذا النادي لاحقاً رجال متعطشون للعنف من أجل أسباب ترفيهية. القصة تستمر وتتعقد مع استمرار عرض هذا الفيلم الرائع لتنتهي بشكل مفاجئ للغاية. فيلم شاتر آيسلاند، فيلم رائع من بطولة ليوناردو دي كابريو، لن تكتشف حقيقته إلا في المشهد الأخير فقط. دراما نفسية استثنائية عن عميل للحكومة الأمريكية يقوم بالتحقيق في اختفاء قاتلة هربت من مشفى للأمراض العقلية، ويفترض أنها تختبئ في مكان قريب. فيلم سورس كود، فيلم آخر سيحيرك في البداية، مع ضابط جيش يكون ضمن ضحايا إحدى العمليات الإرهابية، ولكن الوحدة العسكرية التكنولوجية تستغله لمحاولة العثور على منفذ العملية، وتقوم بتغيير الواقع من خلال تكنولوجيا متطورة للغاية، حتى تكتشف في النهاية مفاجأة مدوية.